أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الشعر في المدينة المنورة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر الهجري. هذا هو الكتاب الذي صدر عن المجلة العربية التي تصدر من الرياض، والذي صدر كهدية مع العدد 168 للمؤلف الدكتور عاصم حمدان. والدكتور عاصم حمدان من مواليد المدينة المنورة، التحق بكلية الشريعة في مكة المكرمة، تخرج من قسم اللغة العربية وآدابها العام 1395 هجرية، درس في جامعة لينكستر البريطانية ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة مانشستر فيكتوريا العام 1986 ميلادية. يعمل أستاذا للأدب العربي والنقد في جامعة الملك عبد العزيز. نال جائزة علي عثمان حافظ الصحفية. من مؤلفاته المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ، دراسات مقارنة بين الأدبين العربي والغربي، نحن والآخر، صفحات من الإبداع الفكري والأدبي في المدينة المنورة، رحلة الشوق في دروب العنبرية، قديم الأدب وحديثه في بيئة المدينة المنورة. هذه هي كانت السيرة الذاتية للدكتور عاصم حمدان، مؤلف كتاب الشعر في المدينة المنورة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. وكتاب الشعر في المدينة المنورة بين القرنين الاثناشر والاربعتاشر الهجري هو كتاب المجلة العربية، العدد 168، شهر ذو الحجة 1431 هجرية، ديسمبر 2010 ميلادية. والكتاب يقع في 120 صفحة من القطع الصغير، ويحتوي الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. الفصل الأول بعنوان الشخصيات الشعرية، أما الفصل الثاني القصائد، وأخيرا الفصل الثالث رؤية حول النصوص الشعرية. يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: تميزت الحركة الأدبية في المدينة المنورة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر الهجريين ببروز تيار شعري هم حديثه الشأن السياسي الذي كانت تعاني منه بيئة المدينة المنورة. ورواد هذا التيار الشعري السيد جعفر البياتي وعبد الجليل برادة وإبراهيم الإسكوبي ومحمد العمري وعبيد مدني. وهذا الأخير عبيد مدني نظم قصيدته الوطنية التي تصف الوضع المأساوي في المدينة المنورة سنة 1344 هجرية، أي قبل دخول المدينة المنورة تحت الحكم السعودي بمدة يسيرة، حيث كانت منضوية تحت عهد الحكم العثماني للبلاد العربية والإسلامية، وذلك ضمن منطقة الحجاز عندما استجاب شريف مكة بركات لدعوة السلطان سليم الأول، وأرسل ابنه الشريف أبا نمي إلى القاهرة لتقديم التهاني والولاء. وقد وصل نمي إلى القاهرة في 15 من جمادى الآخرة عام 923 هجرية
يوليو 1517 ميلادية، وبدخول الحجاز تحت السيادة العثمانية تحقق للسلطان سليم الانتصار على الدول الأخرى التي كانت تتنازع زعامة العالم الإسلامي، وهي الدولة الصفوية في بلاد فارس ودولة المماليك في مصر. ومحاولة في إلقاء بعض الضوء على الجوانب الاجتماعية والفكرية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إبان هذه الفترة المذكورة، قام المؤلف الدكتور عاصم حمدان بعرض موجز للشخصيات الشعرية، والتي سعى لإثبات النصوص التي تمثل الشعر السياسي والوطني من خلال تقصي المصادر الأصلية المخطوط منها والمطبوع، والتي تتضمن هذه النصوص التي تكشف بدورها من خلال صور متعددة مظاهر اجتماعية وسياسية، وتظهر صورة قاتمة للأوضاع في المدينة المنورة.